ازيكم عاملين ايه؟ هنبتدي النهارده تاني فيديو في كورس الاكونتنج في بارتنر شيب بعنوان شابتر 3 ادميشن اوف نيو بارتنر. طبعا الادميشن من اسهل مواضيع البارتنر شيب. لو حد افتكر في شابتر 2 احنا عملنا ايه؟ عملنا الفورميشن، كونا البارتنر شيب نفسها. لو حد افتكر قلنا عندي اكس واي، اكس دخل بكابيتال 40000، واي دخل بكابيتال 40000، كونوا البارتنر شيب بكابيتال 80000 كلها. خلاص كوننا البارتنر شيب. لو حد برضه يفتكر في شابتر 2 عملنا الانكم ديفيجن، خلاص كوننا البارتنر شيب. بعد مده قلنا بقى ايه؟ عايزين نعمل ادميشن للنيو بارتنر، في بارتنر جديد عايز يدخل معانا البارتنر شيب. بس فالشابتر كله بقى هيدور حوالين الفكره ديت، ازاي البارتنر دوت هيدخل عندنا في الشركه. البارتنر عشان يدخل عندنا في الشركه في طريقتين. اول طريقه عندنا بيرشيز اوف انترست from existing partner، او اللي هو هيبقى اسمه اولد بارتنر يعني. دي ايه فكرتها بقى؟ زي ما قلت عندي اكس وواي دخل معاهم زد، تمام؟ فزد قال اكس، قال له يا اكس انا هشتري من عندك، هشتري نص الكابيتال بتاعك. يوم اكس قال له تمام. يوم اللي يحصل بقى نشيل نص الكابيتال بتاع اكس اللي هو مثلا كان 40000، هنشيل منه 20000 وهنحط في الكابيتال الجديد بتاع زد اللي هيدخل دوت. يعني كده الكابيتال هيقل بتاع اكس، وهيظهر بارتنر جديد عندنا اللي هو زد بكابيتال جديد اللي هو 20000. طيب تعال نقرا كده حاجه بسيطه، مساله بسيطه كده عن الفكره ديت. اول حاجه قال لك اي وبي بارتنر، عندنا في اي وبي بارتنر شيب كل واحد عنده كابيتال 80000 وشير الانكم ايكولي. قال لك سي هيدخل وهياخد نص الكابيتال بتاع بي، اللي هو الكابيتال بتاع بي كام اصلا؟ 80000. سي هياخد نص، يعني سي كده هياخد 40000. بس قال لك ايه بقى؟ البي سوري، قال لك سي هيدفع لبي 50000 جنيه. ايه ال 50000 جنيه ديت؟ ايه بقى ايه قصه ال 50000 جنيه ديت؟ ديت انا ماليش دعوه بيها خالص. ليه؟ It is personal entry between old partner and new partner. Personal entry، البارتنر شيب مالهاش دعوه بيها خالص، ده حاجه بين سي وبي مالناش دعوه بيها. احنا لينا في اللي تم في البارتنر شيب اللي هو ايه؟ سي هياخد نص الكابيتال بتاع بي، ودي تبقى الانتري. شلنا 40000 من الكابيتال بتاع بي حطيناهم في الكابيتال بتاع سي اللي هو النيو بارتنر عندنا الجديد. وديت اسهل حاله ممكن تقابلك في الادميشن، تمام. تاني حاله بقى ان البارتنر الجديد دوت، البارتنر اللي جاي يحط اسيت في البارتنر شيب. يقول لك البارتنر الجديد هيعمل انفستمنت ب 100000 جنيه في البارتنر شيب، هيعمل انفستمنت لاند لبيلدينج. هتظهر عندنا هنا بقى ثلاث حالات. اما البارتنر كده يحط مثلا 100000 جنيه كاش في الشركه، هتظهر عندنا ثلاث حالات. اول حاجه على فكره مش شرط ان طالما انه حط 100000 في البارتنر شيب يبقى ياخد كابيتال 100000، لا. تعال نشوف اول حاله. اول حاله بيقول لك ان الشير اللي هو مثلا ب 100000 ايكوال انفستمنت، اللي هو برده يعني بمعنى حط 100000 في الشركه وخد 100000 برده. ودي ابسط حاله ممكن تقابلك وما بتجيش طبعا يعني عشان سهله. ماشي تمام. ايه تاني حاله بقى؟ تاني حاله ان الشير اقل من الانفستمنت، بمعنى البارتنر الجديد حط انفستمنت ب 100000 جنيه بس الكابيتال بتاعه مش هياخد كابيتال 100000 جنيه، ده هياخد 80000. ايه ده؟ طب ال 20000 جنيه ديت راحت فين؟ هتروح حاجه اسمها بونص للاولد بارتنر او جود ويل للاولد بارتنر. يعني ال 20000 ديت هتتوزع على البارتنر بتوع الشركه. تمام؟ ودي تاني حاله، طبعا هنشوف التفاصيل بتاعت كل حاله من دول. طيب تالت حاله بقى ان الشير اكبر من الانفستمنت، بمعنى البارتنر الجديد حط 100000 جنيه وخد قصادها شير، او خد قصادها شير عندنا في الشركه كام؟ 120000 جنيه مثلا. ايه ده؟ يعني هو حاطط 100000 وخد 120000. طب ايه ده؟ ال 20000 ديت مين اللي هيشيلها؟ اللي هيشيلها الاولد بارتنر. دي يعني الاولد بارتنر هننقص الكابيتال بتاع الاولد بارتنر وقصادها هنزود ايه؟ الكابيتال بتاع النيو بارتنر. ماشي. تاني لما نحط اسيت في الشركه هتقابلنا ثلاث حالات، يا اما الشير ايكوال انفستمنت حط 100000 وخد 100000، يا اما الشير اصغر من الانفستمنت حط 100000 وخد عندنا في الكابيتال في الشركه 80000. اما دي تاني حاله. تالت حاله عمل انفستمنت ب 100000 وخد قصاده كابيتال 120000. تمام. اللي هيتم بقى دلوقتي ايه؟ هناخد طريقه نحل بيها البونص، ونفس الطريقه على فكره البونص او اولد بارتنر او نيو بارتنر نفس الطريقه اللي تحل بيها، ستيبس ثابته كده. والجود ويل برده نفس الكلام، ستيبس ثابته تحل بيها. تمام. تعال نشوف ملخص الكلام دوت كله. اول حاجه عندنا بنعمل ادميشن نيو بارتنر، قلنا اسهل حاله ممكن تقابلك ان يبقى في بيرسونال ترانزاكشن ما بينك وبين الاولد بارتنر، ديت مالناش دعوه بيها، احنا لينا في اللي هيتم في الشركه. دي اول حاله. تاني حاله ان البارتنر الجديد دوت يحط اسيت، او في الحاله ديت هتظهر لك ثلاث حالات، ان يكون ما فيش بونص اللي هو الشير ايكوال انفستمنت حط 100000 وخد 100000، بعد كده بونص او جود ويل للاولد بارتنر،
والنيو بارتنر. يلا نشوف بقى الموضوع دوت بالتفصيل. اول حاجه بونص للاولد بارتنر. البونص بتاعت الاولد بارتنر دي بقى قصتها ايه؟ قصتها ان عندنا النيو بارتنر حط 100,000 جنيه في الشركه وخد 80,000، فال 20,000 ديت هنوزعها على الاولد بارتنر. تمام، دي بقى ستيبس كده تجاوب بيها، ستيبس ثابته تحفظها، اكتبها عندك احفظها زي اسمك، هتحل بيها كل مسائل البونص بتاعت شابتر 3 في الادميشن. خلي بالك بونص الاولد بارتنر هي الستيبس بتاعت النيو بارتنر، فمش هتفرق. ماشي، عندنا اول ستيبس هنجيب التوتال كابيتال بيفور الادميشن اللي هو الاولد كابيتال. ايه ده؟ ايه الاولد كابيتال دوت؟ بمعنى عندنا اكس وواي، قلنا الكابيتال بتاعهم كام؟ اكس 40,000 واي 40,000، التوتال كابيتال الاولد كابيتال بتاعهم كام؟ 80,000. ماشي، لحد هنا كان فيش مشكله، ده بيبقى جيفن اصلا في المساله انت بتجيبه. ماشي خلاص، خلصنا من ستيب 1. اللي طلع لك من ستيب 1 هتستخدمه في ستيب 2، احفظ الخطوات ديت عشان ما تتلخبطش. طلع لك من ستيب 1 اهو، هتستخدمه في ستيب 2. ستيب 1 بلس انفستمنت باي نيو بارتنر. طب ايه بقى اللي بيطلع من تاني ستيب ديت؟ ده اسمه توتال كابيتال افتر ادميشن. بمعنى مش احنا قلنا اكس واي كابيتال توتال كابيتال بتاعهم 80,000، قال لك زد هيدخل وهيعمل انفستمنت ب 40,000، كده بقى التوتال كابيتال افتر الادميشن كام؟ 120,000 اهو. يعني مثلا في ستيب 1 طلع لي 80,000 استخدمتها في ستيب 2، بقى ستيب 1 زائد انفستمنت باي نيو بارتنر اللي هو هيبقى جيفن برضه في السؤال. ماشي، طب اللي طلع لك في ستيب 2 دوت هتعمل بيه ايه؟ هتستخدمه في ستيب 3. هتستخدمه ليه بقى؟ هتستخدمه عشان تطلع الكابيتال بتاع البارتنر الجديد. بنحسبه ازاي؟ اه بنحسبه ازاي دوت بقى؟ زي ما اتفقنا طلع لك من ستيب 2 هتستخدمه في ستيب 3 اللي هو اللي طلع لك من ستيب 2 دوت التوتال كابيتال افتر ادميشن. تمام، هتضربه في النيو بارتنر شير النت اسيت اللي هي النسبه اللي هيبقى مديها لك في المساله. تمام، والرقم اللي هيطلع لك من ستيب 3 دوت ده الكابيتال بقى بتاع البارتنر الجديد. خلي بالك انت هنا بقى في ستيب 3 هتعرف تحدد البونص دوت الاولد بارتنر ولا النيو بارتنر. هنا بقى هيحدد لك انت مثلا عملت انفستمنت ب 100,000، هنا هيحدد لك انت خدت هتاخد كام نصيبك في الشركه. هل هتاخد 100,000 برضو ولا هتاخد 80,000 ولا هتاخد مثلا 120,000؟ اه يعني انت في النقطه بقى رقم 3 ديت دي اللي انت هتحدد فيها البونص دوت الاولد بارتنر ولا النيو بارتنر. ودي حاجه انت بتطلعها بايولوجيك يعني، على فكره مش مستاهله ستيبس خالص. خلاص احنا كده حسبنا بقى ايه الشير اوف نيو بارتنر اللي هو الكابيتال بتاع البارتنر الجديد. عايزين نحسب البونص بقى. البونص هتتحسب ازاي؟ اللي طلع لك من ستيب 3 هتستخدمه في ستيب 4 زي ما اتفقنا. اه طلع لك من ستيب 3 مثلا 80,000 اللي هو الشير بتاع البارتنر الجديد، فهتطرحه بقى من الانفستمنت بتاع البارتنر اللي هو ب 100,000 زي ما اتفقنا. طلع لك كام؟ 20,000. ال 20,000 ديت بونص للاولد بارتنر، هتتوزع ازاي؟ بالبروفيت اند لوس ريشيو. طيب تاني الخطوات لازم تحفظها كويس قوي. اول خطوه توتال كابيتال بيفور الادميشن، الاولد كابيتال بتجيبه من السؤال. بعد كده طلع لك من ستيب 1 هتستخدمه في ستيب 2، توتال كابيتال افتر الادميشن اهو ستيب 1 زائد الانفستمنت باي نيو بارتنر مديهولك في السؤال. بعد كده الشير اوف نيو بارتنر عشان نحسب بقى الكابيتال بتاع البارتنر الجديد هنعمل ايه؟ طلع لك من ستيب 2 في الريشيو اللي هو هيديها لك في المساله برضه زي ما هنشوف كمان شويه. بعد كده بقى نحسب البونص. هنحسب البونص ازاي؟ طلع لك من ستيب 3 هتستخدمه في ستيب 4، هيبقى ستيب 3 ماينس انفستمنت باي نيو بارتنر ودوت. وبعد كده هنعمل الوكيت بالبروفيت اند لوس ريشيو ودوت هيبقى شكل الانتري. اول حاجه الاسيت هتزيد اللي هي الانفستمنت بتاع نيو بارتنر اللي هو 100,000 المثال بتاعنا. بعد كده هنزود بقى الكابيتال بتاع الاولد بارتنر وهنسجل الكابيتال بتاع البارتنر الجديد اصلا. تمام، يلا بينا بقى نبتدي نحل. بيقول لك هنا بقى في السؤال ايه؟ اي اف وجي بارتنر ده الكابيتال بتاعهم 100,000 60,000 40,000 وديت الريشيو بتاعتهم. قال لك اتش هيدخل معاهم وهياخد 20% انترست. تمام، احنا كده عرفنا ان اتش هيدخل وهياخد 20%. تمام، اتش عمل انفستد بكام؟ ب 76,000. خلاص تمام كده عرفت ان احنا، وبيقول لك استخدم بونص ميثود، كده عرفنا ان احنا هنستخدم بونص ميثود واحنا دلوقتي في الادميشن. حلو، ايه بقى المطلوب؟ عايز يعرف الكابيتال بتاع اتش. ماشي، ما تتسرعش تروح له 76,000 على طول، لا يلا نمشي بقى بالستبس بتاعتنا اللي احنا لسه واخدينها. اول حاجه قلنا هنجيب التوتال كابيتال بيفور الادميشن، ده ازاي؟ اهو 100,000 كابيتال بتاع البارتنر الموجودين، 100,000 كابيتال بتاع اي، 60,000 كابيتال بتاع اف، 40,000 كابيتال بتاع جي، طلع لنا كام؟ 200,000. اللي طلع لنا من ستيب 1 هنستخدمه في ستيب 2 اللي هي ال 200,000 ديت هنستخدمها في ستيب 2 اهو توتال كابيتال افتر ادميشن. خدنا ال 200,000 ديت وزودنا عليها ايه؟ انفستمنت بتاع نيو بارتنر اللي هو 76,000 مديهولك في المساله. طلع لنا كام؟ 276,000. تمام، عايزين نحسب بقى الكابيتال بتاع اتش ده بكام؟
كابيتال دوت هياخد كابيتال سوري اتش دوت هياخد كابيتال كام في الشركه ازاي. يطلع لك من ستيب 2 هتستخدمه في ستيب 3 276000 ديت في الريشيو اللي هو مديها لك في المساله اهو 20%. طلع لنا كابيتال بتاع اتش 55200. ايه ده؟ طب الفرق دوت هيروح لمين؟ هيروح للاولد بارتنر هما اي واف وجي. طبعا المساله خلصت لحد هنا بس احنا هنكملها برضو. ماشي عايزين نحسب البونص بقى. اللي طلع لك من ستيب 3 هتستخدمه في ستيب 4 55200 ناقص 76000. ايه ال 76000 ديت؟ ده الانفستمنت بتاع نيو بارتنر. طلع لنا 20800. ال 20800 ديت ايه؟ دي بونص لمين؟ للاولد بارتنر. ليه؟ عرفت منين؟ عشان اهو خد كابيتال 55200 وهو اصلا كان حاطط 76000، يعني ده خد اقل من اللي كان عامل فلوس اللي كان عامل لها انفستمنت. فالفرق دوت هيروح للاولد بارتنر بالبروفيت اند لوس ريشيو. تمام. هو طبعا ما كانش طالب كل دوت، هو كان عايز يعرف بس الكابيتال بتاع اتش هيبقى بكام؟ 55200 اللي هي سي. تمام، ده سؤال بسيط كده بنسخن بيه. خش في ثاني سؤال. هنا بقى بيقول لك ايه؟ عندنا سي وكي الريشيو بتاعتهم اهي 3:2. طيب الكابيتال بتاعهم اهو 175000 و150000. اللي هيدخل معاهم ادميت ليرنر از ا بارتنر ويز 1 ثيرد هياخد نسبه 1 الى 3 او 1 على 3 يعني اللي هي 1 ثيرد دي. تمام كده عرفنا الكابيتال بتاع الاولد بارتنر وعرفنا الريشيو اللي دوت هياخدها. تمام، ايه اللي بعمل انفستمنت بكام؟ ب 200000. تمام، ايه بقى المطلوب في السؤال؟ عايز اعرف الكابيتال بتاع كينج مان دوت بعد ما ليرنر دوت هيدخل. ماشي، هنا هنستخدم طبعا ايه؟ بونص ميثود. تمام، هنحل ازاي بقى؟ الستبس اللي احنا لسه قايلينها. اول حاجه نجيب الكابيتال بتاع الاولد بارتنر اللي هو 175000 دوت زائد ال 150000. تمام، مفيش مشكله. دي ستيب 1 اهوت زي ما قلنا، طلع لنا كام؟ 225000. اتفقنا، هيطلع لك من ستيب 1 هتستخدمه في ستيب 2. تمام، هتقول 325000 زائد 200000. ايه ده؟ ايه ال 200000 ديت؟ ده الانفستمنت بتاع نيو بارتنر. طلع لنا بقى ايه؟ التوتال كابيتال افتر الادميشن اللي هو 525000. تمام، ال 525000 ديت هنعمل ايه؟ هنستخدمها في ستيب 3 او هنضربها في 1 على 3. ليه؟ عشان نحسب بقى الكابيتال بتاع النيو بارتنر اللي هيدخل دوت. عرفت منين ده 1 على 3؟ اهو هو مديك الريشيو اهي 1 0. تمام، طلع لي كام؟ 175000. ايه ال 175000 دوت؟ ده الكابيتال بتاع البارتنر الجديد. ايه ده؟ طب ده كان عامل انفستمنت ب 200000، 25000 ديت هتروح فين؟ هتروح بونص للاولد بارتنر. طب تعالى نحسب البونص. اللي طلع لك من ستيب 3 هتستخدمه في ستيب 4، ده 175000 ناقص 175000 طلع لك كام؟ 25000. المساله خلصت على كده؟ لا، ده عايز الكابيتال بتاع كينج مان اللي هو هياخد بونص بالريشيو بتاعته. طب تعالى نعمل الوكيت للبونص. كينج مان لما ضربنا 25000 في فين؟ في 2، في 2 على 5 اللي هي الريشيو بتاعته، طلع لنا كينج مان هياخد 10000 بونص. ال 10000 ديت هنعمل بيها ايه؟ هنزود بيها الكابيتال بتاع كينج مان. لو 100 هيبقى كده الكابيتال بتاع كينج مان بقى كام؟ 150000 زائد 10000 طلع لي 160000 اللي هو اختيار بي. بس ده كده موضوع الادميشن في بونص نيو بارتنر. شفت الموضوع سهل ازاي؟ انت بس كل الفكره انك تعرف الستبس بتاعت الانسر بتاعت البونص. تمام، طيب تعالى بقى جرب حل بنفسك. زي ما اتفقنا انت مش هتتفرج بس، انت هتحل بايدك كمان. هتعمل ايه دلوقتي؟ وقف الفيديو، حل السؤال دوت وارجع شوف الاجابه اللي هظهرها دلوقتي حالا اللي هتبقى سي 504000. تمام، تعال نشوف بقى موضوع جديد، بونص للنيو بارتنر. طبعا زي ما اتفقنا البونص للاولد بارتنر هي نفس الطريقه بتاعت البونص بتاعت النيو بارتنر. بس ايه اللي هيفرق بقى؟ هيفرق حاجه بسيطه قوي، تعال نشوفها دلوقتي. اول حاجه زي ما اتفقنا هتجيب التوتال كابيتال بيفور الادميشن اولد كابيتال هم يدولك في المساله، مفيش مشكله ديت. عايز تطلع لك من ستيب 1 هتستخدمه في ستيب 2. ليه؟ عشان تجيب التوتال كابيتال افتر الادميشن اللي هو هيبقى ستيب 1 زائد الانفستمنت بتاع نيو بارتنر. بعد كده يطلع لك من ستيب 2 هتستخدمه في ستيب 3. ليه؟ عشان تحسب الشير اوف نيو بارتنر. استنى اقف هنا بقى، في النقطه ديت بقى اللي هنحدد البونص لمين، نيو بارتنر ولا اولد بارتنر. ازاي؟ زي ما اتفقنا بيولوجيك كده، يعني هو خد عمل انفستمنت ب 100000. ماشي، اما جينا حسبنا الكابيتال بتاعه اللي هو شير اوف نيو بارتنر اللي هو هيطلع الرقم اللي هيطلع لك في ستيب 3 طلع 120000. ايه ده؟ يعني ده خد زياده 20000، ده خد بونص 20000. طيب ال 20000 ديت مين اللي هيتحملها؟ البارتنر القدام بتوعنا. تمام، وهنوزعها ازاي بالبروفيت اند لوس ريشيو برضو. بعدين هتعالى نحسب البونص، طلع لك من ستيب 3 هتستخدمه في ستيب 4 اللي هو هيبقى ستيب 3 ماينس الانفستمنت باي نيو بارتنر. طلع لك البونص هتعملها الوكيت بالانكم بالشير اند لوس
سوري بروفيت اند لوس ريشيو. تمام، منظر الانتري برضو هيتغير اهو. بقى عندنا الاسيت طبعا دي زادت، والبي الكابيتال بتاع بي وسي قل. ليه؟ عشان احنا خدنا جزء منهم، خدنا شويه فلوس منهم، خدنا شويه بونص منهم وحطيناهم في الكابيتال بتاع النيو بارتنر. خلاص تمام، يلا بينا نحل نشوف منظر الاسئله بيجي ازاي. طبعا السؤال ده جه فاينل حلوان الترم اللي فات. تمام، بيقول لك ايه بقى؟ واي وزد تو بارتنر، كل بارتنر فيهم معاه كابيتال 150,000. قال لك اكس هيدخل معاهم وهياخد 1/4 الانترست بتاعته. تمام، اكس دوت عمل انفستمنت بكام؟ عمل انفستمنت ب 80,000 كاش، بيقول لك يوزنج البونص ميثود، ومديك ثلاث اسئله ام سي كيو عليها. طبعا انت لازم تحلها كلها كامله علشان تعرف تحل الثلاث اسئله ام سي كيو دوت. فتعالى الاول نحلها بعدين نشوف هو طالب ايه. تمام، احنا اتفقنا اول ستيبس هتبقى ايه؟ هنجيب الكابيتال بتاع الاولد بارتنر اللي هو قال لك 150,000 زائد 150,000 طلع لك كام؟ 300,000. دوت توتال كابيتال بيفور الادميشن، طلع لك من ستيب 1 هتستخدمه في ستيب 2. 300,000 زائد ال 80,000، ايه ده؟ ال 80,000 ديت دي الانفستمنت بتاع اكس، طلع لك التوتال كابيتال افتر الادميشن 380,000. طب استنى بقى، عايزين نحسب الشير بتاع اكس ديت، الكابيتال هياخد اكس هياخد كابيتال كام؟ ماشي يلا بينا نحسبها. هنحسبها ازاي ديت؟ اللي طلع لك من ستيب 2 هتستخدمه في ستيب 3 في 1/4. ايه ده؟ ايه 1/4 ديت؟ اه دي الريشيو اللي هو مديها لك اهو في السؤال، طلع لك 95,000. استنى اقف هنا بقى، طلع له هياخد كابيتال 95,000 وهو كان عامل انفستمنت 80,000. ايه ده؟ ده خد 15,000 زياده، خد 15,000 بونص. ال 15,000 ديت مين اللي هيتحملها؟ الاولد بارتنر. تعالى نكمل، طلع لك من ستيب 3 هتستخدمه في ستيب 4، 95,000 ناقص 80,000 طلع لك 15,000 ديت بونص للنيو بارتنر. طبعا احنا زي ما اتفقنا انت في ستيب 3 كده بايولوجيك بتعرف البونص ديت لمين. ماشي، تعالى نعمل بقى لوكيت للبونص ديت اللي هي 15,000 بالريشيو بتاعتهم اللي هو قال لك الريشيو ايكولي هيوزعوها بالتساوي. 15,000 على الاثنين قال لك الواي هنقلل الكابيتال بتاعه 7,500 واكس ب 7,500. ماشي، تعالى نشوف هو طالب ايه اصلا. قال لك اول حاجه عايز يعرف الشير بتاع اكس في النيو بارتنرشيب، عايز اعرف الكابيتال بتاع اكس كام. احنا لسه مطلعينه في ستيب 3 95,000. ماشي، تعال نشوف تاني سؤال. قال لك عايزين يعرف اكس هياخد كام بونص، جايبينها اهو في ستيب رقم 4 15,000. ماشي، بعد كده عايز يعرف الكابيتال بتاع واي بكام. استنى، الكابيتال بتاع واي كان 150,000. ماشي، بس استنى هنقلله ب 7,500. ايه 7,500 ديت؟ ديت دي البونص اللي هو هيتحملها عشان يديها للنيو بارتنر. ماشي، 7,500 ناقص 150,000 طلع لها 142,500 بس، وكانت حل السؤال ده. بس ببساطه ديت ما فيش اي افكار خالص في الجزئيه ديت، فيش اي تريكات، لازم تحفظ بس الستبس. حفظت الستبس كويس قوي، عرفت تحل عليها، انت خلاص هتعرف تحل اي حاجه ليها علاقه بالبونص. ماشي، تعال نشوف سؤال تاني. قال لك عندنا ال وسي بارتنر الريشيو بتاعتهم 3:7 والكابيتال بتاعه 120,000 160,000. قال لك هنعمل ادميشن للينو وهياخد انترست 1/4 اللي هي 1/4. تمام، لينو دوت عامل انفست بكام؟ 80,000. قال لك جودويل از نوت ريكوردد، يبقى احنا هنستخدم البونص. ماشي، مفيش اي مشكله، احنا عارفين الستبس بتاعتنا. اول حاجه هنبتدي بان احنا نجيب ايه؟ الكابيتال بتاع الاولد بارتنر هو 120,000 زائد 160,000 طلع لي 280,000. تمام، 280,000 ديت هعمل بيها ايه؟ هستخدمها في ستيب 2 عشان اطلع التوتال كابيتال افتر الادميشن. 280,000 زائد 80,000، ايه ده؟ ال 80,000 ديت انا واخدها من ده الانفستمنت بتاع لينو. ماشي، طلع لي كام؟ 360,000، ده الكابيتال كله بقى بتاع الشركه. تمام، عايزين نعرف بقى لينو هياخد كام كابيتال. هنعمل ايه؟ هنحدده في ستيب 3 360,000 في 1/4 اللي هي الريشيو مديها لك اهوت، طلع لي كام؟ 90,000. استنى اقف هنا، لينو كان عامل انفستمنت بكام؟ 80,000، طلع لك الكابيتال بتاعه هياخد 90,000. طب ايه ده؟ 10,000 الزياده ديت مين هيتحملها؟ الاولد بارتنر. طب ال 10,000 ديت ايه برضو؟ دي بونص للنيو بارتنر. طب هنحسب برضو البونص، هتبقى 90,000 ناقص 80,000 اللي هي الانفستمنت بتاع لينو، طلع لنا 10,000. زي ما اتفقنا ال 10,000 ديت انت هتعرف في ستيب 3 دي بونص للنيو بارتنر ولا الاولد بارتنر. تمام، مفيش مشكله، يلا نعمل الوكيت للبونص ديت. ال 10,000 هنوزعها بالريشيو اللي هو مديها لك 3:7، يبقى ال اللي هو الليتر مان دوت هنقلل الكابيتال بتاعه 3,000، وكونان هنقلل الكابيتال بتاعه 7,000، ورينو طبعا زاد 10,000 اللي هي البونص
تعال نحسب بقى الكابيتال بتاع كل واحد. اول واحد ليترمان دوت الكابيتال بتاعه كان 120,000، هنشيل منه 3000 بقى 117. تمام. تاني واحد الكابيتال بتاعه 160,000، هنشيل منه 7000 بقى 153,000، ولينه زي ما اتفقنا 90,000. هتبقى كده الاختيار الصحيح ايه. ماشي بس كده. كده طبعا زي ما اتفقنا احفظ الستبس بتاعت البونص وكل البونص، اسئله البونص مش هتواجهك خالص، مش هتواجه مشكله فيها خالص. يلا حل بنفسك بقى سؤال اللي جه فاينل بي اي اس الترم اللي فات. ماشي برضه زي ما اتفقنا وقف الفيديو، حلوا انتوا حلوا انت دلوقتي حالا حذر الاجابه اللي هي 180,000. ماشي ماشي. هنخش بقى على فكره جديده وفيها تركيه حلوه قوي. ماشي تعالى نقرا السؤال. قال لك ايه وبي وسي بارتنر شيب وديت الريشيو بتاعتهم، وده الكابيتال بتاعهم 50,000 150,000 100,000. وقال لك البارتنر الجديد اللي هو دي هنعمله ادميشن هياخد 20,000. تمام. عايز ايه بقى في السؤال؟ عايز الاماونت اوف كاش اللي دي عمل لها انفستمنت ودخل بيها الشركه. هو ايه ده؟ مش احنا متعودين على طول في مسائل البونص هو يدي لي الاماونت ويدي لي الريشيو وانا اعرف اجيب الكابيتال بتاعه. طب بص ده هنا بيسال على ايه؟ بيسال على الفلوس اصلا اللي دي حطها، طب انا هجيبها له ازاي ديت بقى؟ ماشي بص واحده واحده كده افهم معايا، دي برده لها ستيبس ثابته تحل بيها نوعيه الاسئله دي. واحده واحده كده افهم معايا. الكابيتال بتاع A و B و C دوت لو جمعتهم على بعض هيطلع لك 300,000. ماشي ال 300,000 ديت هتبقى عباره عن ايه في بعد ما الدي دوت هنعمل له ادميشن؟ دي هتبقى عباره عن كام في الميه من التوتال كابيتال؟ هتبقى 80%. عرفت ازاي؟ واقول لك دي هيدخل وهياخد 20 كابيتال، هياخد 20% من الكابيتال. يعني الفلوس اللي هي الكابيتال بتاعه اللي هو اللي انا ما اعرفوش دوت ده 20% من التوتال كابيتال. طب والتوتال كابيتال كام اللي هو 80% الباقيين؟ ده 300,000. يعني افهم من كده 300,000 ديت دي 80% بتاع الكابيتال كله. ايه 300,000 ديت؟ ده مجموع البارتنر كابيتال بتاعه. ماشي. طيب انا اعرف ال 20% ديت انا اعرفها بكام؟ يعني اللي هي معمول عليها علامه استفهام ديت، ده الاماونت اللي دي عمل لها انفستمنت. انا عارفها بكام؟ ده هو لسه بيسال عليها اهو. تمام. احسبها ازاي ديت بقى؟ يعني دي ماس 300,000 ديت هتضربها في ال 20% على ال 80%. بس كده هيطلع لك الاجابه. الرقم اللي هيطلع لك دوت ديت الفلوس اللي دي حطها عشان ياخد 20% في الكابيتال بالسهوله ديت كده. بس. وكل المسائل اللي هتجي لك اللي يقول لك عايز الاماونت اللي البارتنر عمل لها انفستمنت هتتحل بالطريقه ديت. خلاص تمام. تعال نشوف اللي بعده. هتطبق بقى الكلام دوت بايدك. نفس الفكره، مديك الكابيتال ومديك الريشيو اللي هو هيستخدمها او الريشيو اللي هو هيدخل بيها، وعايز يعرف الاماونت اللي عمل لها انفستمنت كام. ماشي يلا وقف الفيديو حالا هظهر الاجابه. 50,000 لاسي. يلا نخش بقى على موضوع جديد اللي هو الجود ويل. احنا خلاص خلصنا البونص للنيو بارتنر والاولد بارتنر، هنخش بقى على الجود ويل للاولد بارتنر او النيو بارتنر. برده نفس الطريقه زي البونص، هتاخد برده شويه ستيبس ثابته كده احفظها زي في البونص، هتحل بيها كل مسائل الجود ويل. احنا في الجود ويل بقى هنستخدم حاجه جديده بقى، ايه؟ الفير فاليو والبوك فاليو. وبناء على الفير فاليو والبوك فاليو ديت هنعرف الجود ويل لمين، للنيو بارتنر ولا الاولد بارتنر، وهنعرف دلوقتي في المسائل. ماشي تعال نشوف الستبس بقى. الانديكيتد كابيتال، ايه الانديكيتد كابيتال دوت؟ دوت يعني قيمه تقديريه كده للكابيتال بتاع البارتنر شيب للفير فاليو بتاعته. تمام. ده بتحسبه ازاي؟ بتجيب الانفستمنت اللي هو هيبقى مديهولك في المساله على الشير اوف نيو بارتنر اللي هو برده ايه مديهولك في المساله. ماشي. ده ستيب 1 اللي هيطلع لك من ستيب 1 هتستخدمه في ستيب 2 نفس قصه البونص برده. تمام. هتعمل ايه في ستيب 2؟ هتطلع التوتال كابيتال اوف اولد بارتنر. عايز تحسب التوتال كابيتال بتاع الاولد بارتنر، هتحسبه ازاي؟ يطلع لك من ستيب 1 دوت ده الكابيتال كله بتاع البارتنر شيب كله. تمام. هتشيل منه الجزء الانفستمنت بتاع نيو بارتنر، الجزء دوت اللي هو ايه اللي هو دخل علينا جديد. ماشي مفيش مشكله. طلع لك كده التوتال كابيتال اوف اولد بارتنر اللي طلع لك من ستيب 2 هتستخدمه في ستيب 3. ماشي. هتحسب هنا بقى ايه الجود ويل ازاي اللي طلع لك من ستيب 2 دوت زائد اولد توتال كابيتال بيفور ادميشن اوف نيو بارتنر. ده ايه ده؟ دوت الكابيتال اللي هو هيبقى مديهولك في المساله اصلا هيبقى. يعني ده بيبقى جيفن اصلا، ده مديهولك في المساله الكابيتال بتاع البارتنر الموجود عندك في الشركه. تمام. خلاص كده خلصنا حسبنا الجود ويل. هنعمل لها الوكيت بقى بالبروفيت اند لوس ريشيو. ماشي. منظر الانتري هيبقى عامل ازاي؟ اهو كده اسيت هتزيد في الديبت والجود ويل برضه هتزيد في الديبت، وقصاده بقى ايه الكابيتال. ماشي. الجود ويل في الديبت برضه مفيش حاجه اسمها جود ويل في كريدت.
تمام، هتفهم برضو الستبس ديت كويس وتحفظها عشان هتحل بيها كل المسائل الجايه. تمام، في شويه برضو كده ايه تخلي بالك منها كده وانت بتحل. اول حاجه لما يقول لك الفير فاليو ميثود، اعرف كده انك هتستخدم طريقه الجود ويل. طبعا ما يقول لك نيو بارتنر انسيست تو تيك سام شير، ديت برضو ايه هتستخدم طريقه الجود ويل. طبعا ما يقول لك ايه هنعمل ريفاليويشن اوف اسيت، برضو هتستخدم طريقه الجود ويل. لما يقول لك سوري بروبرايتور شيب، برضو هتستخدم طريقه الجود ويل. يعني دي كده بتبقى كي وورد عشان ايه تعرف انك هتستخدم طريقه الجود ويل. ماشي، يلا بينا بقى نبتدي نحل. قال لك ام وكي بارتنر عندنا الكابيتال بتاعهم 250,000 و150,000 والريشو بتاعتهم 2 الى 1. قال لك جاك هيدخل معهم جديد وهيعمل انفستمنت 125,000 مقابل هياخد ايه انترست 1/5. ماشي، بعدها قال لك بقى ايه بارتنر اجريد ذات ذا امبالد بارتنرشيب جود ويل تو بي ريكوردد سيموليتنسلي with admission of Jack. يعني قال لك احنا هنستخدم طريقه الجود ويل. ماشي، هنحل ازاي بقى، هنبتدي ازاي؟ زي ما اتفقنا اول خطوه هنبتدي هنجيب حاجه اسمها indicated capital. indicated capital ده بيجيب ازاي؟ بناخد Jack investment اللي هو 125,000 على النسبه اللي هو عايز ياخدها اللي هي 1 على 5، يطلع لك 625,000. تمام، دي كده اول خطوه جبنا حاجه اسمها indicated capital. ماشي، اللي طلع لك من ستيب 1 هتعمل بيه ايه؟ هتستخدمه في ستيب 2 بس زياده عليه بقى عشان تجيب التوتال كابيتال للاولد بارتنر. هتشيل الانفستمنت بتاع جاك اللي هو كان ب 125,000، يعني انت كده طرحت 625,000 طلع لك من ستيب 1، طرحت منه 125,000 اللي هو الانفستمنت، طلع لك حاجه اسمها اللي هو حاجه اسمها توتال كابيتال اوف اولد بارتنر. استنى هنا بقى كده، انت هنا في ستيب 2 طلع لك الفير فاليو بتاع الشركه بتاعتك. ماشي، طب هو البوك فاليو ديت اعرفها ازاي؟ عنديك خلاص عرفت من الفير فاليو 500,000. طب البوك فاليو بقى بتاعت البارتنر شيب اعرفها ازاي؟ هجمع الكابيتال بتاع الاولد بارتنر اللي هو 250,000 و150,000، هجمعهم على بعض هيطلع لي 400,000. ايه ده؟ طب ثانيه، البوك فاليو بتاعتنا 400,000 والفير فاليو 500,000. ده هنا بقى في حاجه اسمها جود ويل، تبقى 500,000 ناقص 400,000 طلع لي 100,000 جود ويل. طبعا المساله خلصت على كده، وكان بيسال عن الجود ويل، دي مساله بسيطه كده ايه بنسخن بيها جود ويل اللي هو 100,000. ماشي، يلا بقى نخش ايه نشوف مساله غير مساله جت في الفاينل بتاعنا الترم اللي فات. ماشي، بيقول لك ايه بقى ايه وسي واي التوتال كابيتال بتاعهم 570,000، كابيتال بتاع ايه 180 وسي 255 واي 153، وديت الريشيو بتاعتهم. وقال لك النت اسيت ار ريفالود، اهو كده عرفت ان احنا هنستخدم طريقه الجود ويل. ماشي، حلو قوي. قال لك بقى ايه اف عمل اف هيدخل نعمل له ادمشن وعمل انفستمنت 190,000 عشان ياخد 25%. ماشي، احنا كده عرفنا خلاص انه بيسال على جود ويل. في الاختيارات بقى بيقول لك الاف كابيتال كريدت ويل ب 150,000، اي كابيتال هيزيد 147,000، ولا التوتال كابيتال بتاع البارتنر شيب كلها هيبقى 600,000، ولا النت اسيت بتاعت اف هتزيد 190,000. تعالى نحل بعد كده نبص على الاختيارات. ماشي، زي ما اتفقنا اول خطوه هتعمل ايه؟ هتجيب حاجه اسمها الانديكيتد كابيتال. بيجاب ازاي دوت 190,000 اللي هي انفستمنت بتاع النيو بارتنر على الريشيو بتاعته، تلاقي كام 760,000. تمام، زي ما اتفقنا تلاقي لك في ستيب 1 هتستخدمه في ستيب 2 760,000 ديت هنشيل منهم الانفستمنت بتاع النيو بارتنر اللي هو ايه 190,000، طلع لنا 570,000. ايه ده، ثواني، احنا اتفقنا بيطلع لك في ستيب 2 دوت ده الفير فاليو. طب البوك فاليو بتاعت الشركه كام لو مديها لك في المساله؟ التوتال كابيتال 570,000. ايه ده، ثواني، الفير فاليو هي البوك فاليو، ده كده مفيش جود ويل. يعني كده البوك فاليو بتاعت الشركه هي الجود ويل، هي الفير فاليو. الجود ويل تساوي زيرو. تعال نبص بقى على الاختيارات. اول اختيار قال لك الاف كابيتال كريدت ب 150,000، الكابيتال بتاع اف هيزيد 150,000. لا، ما زادش 150,000، هو زاد بالانفستمنت بتاعه 190. طيب الكابيتال بتاع ايه هيزيد 147,000، ما حدش جاب سير الكابيتال ايه خالص، مش حدش جه جنبه. طيب التوتال بارتنر شيب افتر اف ادمشن هيبقى 600,000. لا، مش هيبقى 600,000، هيبقى 760,000. ماشي، بعد كده بيقول لك النت اسيت بتاعت البارتنر شيب زادت ب 190,000. اللي هو زادت اللي هو عمل الاف عمل لهم انفستمنت. تبقى هي دي بقى الاجابه الصح. ماشي، طبعا زي ما احنا شايفين الاسئله ما فيهاش اي تريكايه ولا اي حاجه، ما جاي كلها جايه مباشره وعادي خالص، يعني فعلا الجزئيه ديت ما عليهاش اي تريكايه. ماشي، تعال نشوف مساله غيرها. اي واف وجي بارتنر شيب كابيتال بتاعهم 100,000 60,000 40,000 والريشيو بتاعتهم 30% 20% 50%. اتش هيدخل بارتنر جديد معاهم وهياخد 20% من كابيتال. تمام، اتش دوت عمل انفستمنت بكام؟ 80,000.
بسألك بقى ان احنا هنستخدم طريقة الجود ويل ميثود. هنبتدي نحل ازاي بقى؟ زي ما اتفقنا، اول خطوة هنجيب حاجة اسمها الانديكيتد كابيتال. بيتجاب ازاي؟ الانفستمنت بتاع نيو بارتنر اللي هو 80,000 على ال 20% هيطلع لنا الانديكيتد كابيتال اللي هو 400,000. ماشي، يلا بينا نكمل. اشرح لك في ستيب 1 هتستخدمه، في ستيب 2 هتجيب حاجة اسمها توتال كابيتال اوف اولد بارتنر. هتعمل ايه؟ هتجيبه ازاي؟ 400,000 ناقص 80,000. ايه ده؟ ال 80,000 ديت دي الانفستمنت بتاع نيو بارتنر، تلاقي لي كام؟ 320,000. ايه ده؟ ثانية، اقف هنا بقى. ده الفير فاليو بتاعت الشركة بتاعتنا 320,000 والبوك فاليو 200,000. عرفت ازاي ان البوك فاليو 200,000؟ 100,000 زائد 60,000 زائد 40,000 تلاقي لي كام؟ 200,000. ده في فرق كبير قوي. 120,000، 120,000 ديت ايه؟ جود ويل. تلاقي لي من ستيب 2 استخدمته في ستيب 3 عشان اطلع الجود ويل 320,000 ناقص ال 200,000. ايه ال 200,000 دوت؟ ده التوتال كابيتال افتر ادميشن اللي هو مديهولك اهوت. 100,000 زائد 60,000 زائد 40,000 تلاقي لنا جود ويل 120,000، ودوت اللي هو كان طالبه في السوق. ماشي، تعال بقى نحل بروبلم عن الجود ويل دي. انا في الحقيقه ما لقيتش عليها اسئله كتير ام سي كيو، يعني كل التركيز كان عن البونص. حتى في الفاينل برضه ما كنتش في غير سؤال واحد بس، سؤال واحد في حلوان وسؤال واحد في بي اي اس. ماشي، تعال نشوف بقى هنا بيقول ايه. عندنا تو بارتنر بين وكول بارتنر شيب اكونت بالانس بتاعتهم 90,000 50,000، ده الكابيتال بتاعهم، والريتشو بتاعتهم 3:1. قال لك هيدخل معاهم بقى ايه بارتنر جديد اسمه داندي، وعامل انفستمنت لاسيت كارنت فاليو بتاعتها 80,000 والليبيليتيز الفير فاليو بتاعتها 21,000. ده ليه؟ عشان ياخد 1/3 انترست، 1/3. ماشي، المطلوب بقى عايز يعمل جورنال انتري عشان يسجل داندي الادميشن بتاع داندي ده. احنا هنا هنستخدم الجود ويل ميثود. عرفت ازاي؟ اهو قال لك سنجل بروبرايتور شيب، هنعمل كارنت فاليو للاسيت، سوري هنعمل ريفاليوشن للاسيت. ماشي، تعالى بقى نبتدي خطوات الحل. قبل ما نبتدي في حاجه خلي بالك منها كويس قوي. وقال لك ايه؟ قال لك عامل حط اسيت ب 80,000 ولايبيلتيز ب 21,000. هل ال 80,000 ده الانفستمنت بتاعه صافي؟ لا، انت هتشيل منها اللايبيلتيز. خلي بالك كويس قوي من الحته ديت. هو الانفستمنت 80,000 ناقص الليابيليتيز اللي هي 21,000 تعمل كام؟ 59,000 دوت الانفستمنت بتاعه. ماشي كده، يلا بقى ايه نبتدي في خطوات حل الجود ويل. الانفستمنت بتاعه 59,000، اول حاجه هنجيب الانديكيتد كابيتال اللي هو الانفستمنت بتاعه اللي هو 59,000 على الواحد على الثلاثة اللي هو هياخدهم في الشركه بتاعتنا، طلع لنا 177,000 دوت الانديكيتد كابيتال اللي لك من ستيب 1 هنستخدمه في ستيب 2. يلا بينا، 177,000 ناقص 59,000. ايه 59,000 ديت الانفستمنت بتاع نيو بارتنر. استنى بقى، اقف هنا في الستيبس ديت. طلعت لنا الفير فاليو 118,000 والبوك فاليو 140,000. عرفت ازاي؟ اللي هو 90,000 زائد 50,000. طب الفرق ما بينهم دوت ايه؟ الفرق ما بينهم ده الجود ويل بتاعت الشركه بتاعتنا. تعال نحسبها كده بقى. طلع لك من ستيب 2 هتستخدمه في ستيب 3، هيبقى 140,000 اللي هي ال 90,000 زائد 50,000 الاولد بارتنر كابيتال ماينس 118,000، طلع لنا 22,000 اللي هي الجود ويل. يعني تاني ستيب 2 ديت 118,000 ده طلعت لنا الفير فاليو، والبوك فاليو عندنا 140,000. طب الفرق دوت ايه؟ ده الجود ويل بتاعت الشركه بتاعتنا. تمام، يلا نعمل بقى ايه؟ الوكيت للجود ويل ديت للنيو بارتنر. خلي بالك ال 22,000 ديت هتبقى للنيو بارتنر بس. ايه ده؟ ليه؟ عشان الفير فاليو اقل من البوك فاليو، فكده النيو بارتنر هو اللي هياخد الجود ويل. يعني مثلا لو كنت طلع لنا هنا في ستيب 2 150,000 كان ساعتها هيبقى فيه 10,000 جود ويل لمين بقى؟ للاولد بارتنر. خدت بالك من ديت؟ يعني انت من ستيب 2 برضه بتحدد الجود ويل هيبقى للنيو بارتنر ولا الاولد بارتنر. يعني في ستيب 2 هنا الفير فاليو 118,000 اللي هي اقل من البوك فاليو اللي هي 140,000، فالفرق دوت هيروح للنيو بارتنر 22,000 وهنوزعه على النيو بارتنر اللي هو دي. بس وهتبقى الانتري بالشكل دوت. الاسيت زادت ب 80,000 اللي هو الانفستمنت بتاعه، والجود ويل 22,000 اللي احنا لسه جايبينها قصاد اللايبيلتيز 21,000، والانفستمنت بتاع دي الكابيتال بتاع دي اللي هو 81,000. كده هيعتبر خلصنا كل الافكار اللي في الشابتر، مش باقي لنا بس غير فكره واحده بس، حاجه بسيطه خالص، واخر تبقى اخر حاجه عندنا في الشابتر. بيقول لك هنا هيبقى بيقول لك اكس واي وزد الكابيتال بتاعهم 100,000 60,000 40,000 والريشيو بتاعتهم اهي. قال لك ايه اللي هيدخل معاهم وعمل انفستد ب 20,000 وخد 20% انترست. طب لو احنا بنستخدم الجود ويل ميثود يبقى خد جود ويل كام؟ انت على فكره انت لو مشيت بنفس الستبس بتاعت الطريقه بتاعت الجود ويل مش هتعرف توصل لحاجه.
يعني تمام ماشي هطلع جود ويل. طيب انت هتعرف ايه اللي هياخد كام منها ازاي؟ فين الريشيو بتاعت ال؟ دي بقى هتتحل بطريقه تانية خالص. لو حد يفتكر لسه قايلها من شويه، فاكرين لما قلت في البونص دي مثلا، دي كان مثال بي دي، دي اتعمل له ادميشن في الشركه بس مش عارفين هو دفع كام، احنا عايزين نعرف هو دفع كام. هنا بقى نفس الفكره، هنجيب الاول الاولد كابيتال اللي هو 100000 زائد 60000 40000 دوت اللي هو التوتال بتاعه 200000. ماشي، ال 200000 دوت يمثل لي كام من الكابيتال؟ 80%. عرفت ازاي؟ قال لك ايه اللي هياخد 20%. يبقى كده في شويه ما اعرفهمش، اللي هو الكابيتال بتاع ال دوت انا ما اعرفوش لسه، بناء على الكابيتال بتاع ال انا هعرف احدد الجود ويل. ماشي تعالى نكمل. دي طبعا عرفنا نحلها ازاي، 200000 في 2 من 10 على 80000 طلع لنا 50000. ايه ده؟ ايه ال 50000 ديت؟ 50000 ديت اللي ال خدها ككابيتال. ثواني هنا كده بقى، ال خد كابيتال 50000. طب هو كان عامل انفستد لكام؟ 20000. طب ال 30000 ديت الفرق دوت، ده ايه الفرق دوت؟ ده بقى الجود ويل. شفتوا بسيطه ازاي الفكره؟ تعالى نحسبها بقى، 50000 ناقص 20000 طلع لك الجود ويل اللي هي 30000. هقول تاني، انت لو مشيت بنفس الستبس بتاعت الطريقه العاديه مش هتعرف توصل لحاجه، انت هتوصل للناتج مش موجود اصلا عندك هنا في الاختيارات. ليه؟ لان هو هنا اصلا هنا بيسال هو خد كام جود ويل على طول، ملوش دعوه بقى بالستبس اللي فاتت. ماشي، طبعا زي ما اتفقنا مشينا بالطريقه بتاعتنا، 200000 في 80%، ايه ال 80% ديت اللي هي الكابيتال بتاع الاولد بارتنر، في 2% ايه ال 2% ديت الكابيتال بتاع ايه اللي احنا لسه ما نعرفوش. بعديها حسبناه طلعنا 50000، الكابيتال بتاعه 50000 وهو خد عمل انفستمنت ب 20000. الفرق دوت ايه؟ الفرق ده راح لمين؟ الفرق ده جود ويل لال. فكده الاجابه هتبقى بي. طيب تعال نشوف بقى الاجابه او بقى الاختيارات، سوري. قال لك ايه؟ جود ويل ب 30000 مظبوط، بس تتقسم الاولد بارتنر؟ لا، ده الجود ويل ديت لال بس. ماشي، دي الاختيارات الصح عرفناها. قال لك الجود ويل 30000 وهتتقسم على الفور بارتنر؟ لا برضه. ماشي، بعد كده قال لك الجود ويل 24000؟ لا، ما نعرفش توتال جود ويل كام. بعد كده جود ويل 24000؟ لا برضه، لسه مطلعينها 30000 بس. ودي اخر فكره ممكن تقابلك في الشابتر. تعالى نخش جزء نظري كده صغير قوي، بيقول لك فيه ان امتى البونص والجود ويل هيطلعوا نفس الناتج. بالمناسبه السؤال دوت بالظبط جه في فاينل الترم اللي فات، جه نظري، واقول لكم دلوقتي حالا جه ازاي. قال لك طبعا لما تيجي تستخدم بونص ميثود او جود ويل ميثود هيطلع لك نواتج مختلفه، بس هيطلع لك نفس الناتج في حاله واحده بس، او في الحقيقه ومحالتين، والحالتين لازم يحصلوا مع بعض. اول حاله ان الانترست بتاعت النيو كابيتال دوت، نيو بارتنر كابيتال، لازم تساوي الانترست بتاعت البروفيت اند لوس ريشيو. بمعنى هو هيخش معانا هياخد 20% من الكابيتال، ويكون الريشيو بتاعته 20000 في اللي هي 20% برضه في البروفيت اند لوس ريشيو. ماشي، دي اول حاله. تاني حاله ان الريشيو بتاعت البروفيت لوس القديمه ما تتغيرش، تفضل ثابته. يعني الفكره كلها في الريشيو بتاعت البروفيت اند لوس ديت. ماشي، هو جه بقى السؤال ازاي ده، ازاي جه نظري ازاي؟ قال لك نفس الطريقه اللي فوق، نفس راس السؤال اللي فوق ده كده، يوزنج ايزر بونص او جود ويل ميثود ويل ذا سيم ريزلت اف ذا فولوينج كونديشن ار ميت. وجاب لك واحد واثنين، وجاب لك بقى في الاختيارات ايه؟ لازم واحد يحصل لوحدها، مش لازم اتنين تحصل معاها، او اتنين تحصل لوحدها مش لازم واحد يحصل معاه، ولا واحد واتنين يحصلوا مع بعض، ولا ما يحصلوش مع بعض خالص. طبعا ساعتها الاجابه كانت واحد واتنين مع بعض. ودي كانت اخر نقطه عندنا في الشابتر، وكده خلصنا شابتر 3 بعنوان الادميشن. باذن الله الفيديو الجاي هيبقى شابتر 4 بعنوان ايه بقى؟ الوزدرول. احنا لسه من ادميشن النيو بارتنر،